كذلك أيضا من المعاني التي يعلمنا فيها الحج، يعلمنا الحج ذكرنا تزكية النفس، ونذكر في أيضا معها تطهير النفس من الأخطاء والذنوب، تطهير النفس من الأخطاء والذنوب. لاحظوا الحاج يتجنب ماذا؟ الرفث والفسوق، صح؟ الحج وأشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن هذه التي تشين النفس يتجنبها الحاج يتجنب. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم وليلته أمه. فإذن هذا الحج كما قلنا يزكي النفس، وأيضا في الأخير يطهر النفس. إنسان يزكي نفسه وأيضا الحج يطهر النفس. فإذا كان الحج يعلمنا تطهير أن نطهر أنفسنا، فعلينا أن نلتزم بهذا الأمر، علينا أن نطهر أنفسنا من الحسد ومن البغضاء ومن الحقد ومن الغل ومن كبر ومن الخيلاء وما شابه ذلك. البعض سبحان الله تحصله كما يقال بطران، تحصله بطران على إخوته وعلى جيرانه وعلى أصحابه وعلى زملائه، والبعض يعني حتى بعضهم مشي يعني مشي خيلاء، مشي كأنه جاي قيصر. أنا ترى كنت يوم من الأيام يجي وتنهد وكما قال الدم تحت التراب. فما لا يوجد داعي أن الإنسان ماذا يتكبر وأن يطغى. الكبرياء هي صفة من صفات الله تعالى، فلا ينازع الله تعالى في هذا الأمر، وإنما على المسلم أن ماذا؟ أن يكون متواضع مع أصحابه، مع جيرانه، مع خارجه، مع زوجته ومع أولاده، حتى مع أولاده يكون متواضع، يكون الغطرسة والهيمنة والجبروت هذه لا داعي لها. كون عندك ميزان كما يقال، عندك شعرة معاوية، إذا سحب من هنا أنت رخي، خليه يسحب، ويهم يرخي أنت سحب. إذن لابد ماذا؟ أن نوازن. هكذا هو الحج يعلمون ماذا؟ أن نطهر أنفسنا من ماذا؟ من المعاصي ومن الذنوب. كذلك بعد بعيد الوقت نزيل باقي واحدة من معاني الحج أن الحج يعلمنا ماذا؟ كره الشيطان، أن نكره الشيطان. أين يكمن ذلك؟ في رمي الجمرات، في رمي الجمرات ينغرس الأصل في نفس المسلم أنه يكره الشيطان. يعني ترى النقصة ما هي الشيطان، لكن ذلك رمز تتعلم منه أنك تبغض الشيطان الرجيم، أنك تبغض الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، تستعذ بالله. كذلك أيضا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا هذا هو ماذا؟ هذا هو الشيطان، على الإنسان أن يكره الشيطان الرجيم. ما كما يظن البعض أن صار هذا النقص، يظن بعض منهم أن النقائل العميدة الموجودة في الحج هو شيطان وسائر إنسى شيطان أو سيضرب شيطان ومنك يدوخ فالشيطان يشعر لنا ما أخذنا بقلبك وبين صبوعك. ولا البعض يعني لما يوصل هناك كان محادثة مشكلة يعني بينه وبين زوجته وما شابه ذلك، واحد نطلق زوجته يقحم على العمود وقام يضربه بابن عاله، نطلق بينه وبين فلانة، صار ذاك عمود ما شفيه عم عاد في ذاك سلامتك، الشيطان موجود في قلبك. فإذا هذا رمز يعلمنا أن نكره الشيطان، وأن نكره وسوسة الشيطان. معنى هذا أن لا نتبع الشيطان الرجيم، وإنما نتبع أوامر الله تعالى، وأن لا نرضخ لوساوس الشيطان، وإنما علينا أن نتراجع وأن نرجع إلى أنفسنا وأن نتوب إلى الله تعالى. هل تخلص لفظهم؟ طيب، هذه معاني من المعاني الإيمانية التي توجد في الحج والتي يستفيد منها ويستفيد منها المسلم في حياته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته. اللهم اجعلنا بالعين عاملين وعلى الصراط قائمين وعلى الفحشاء مائلين، وتجعلنا لزمة الشياطين، فك عنا أيدي الباغين يا الله يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأحسنتم وجزاكم الله خيرا.